السلام عليكم. فوق الجو الحار اللي احنا عايشين بيه يبدو ان سامسونج ناوية ان تحرق الاجواء فوق الحرارة الموجودة، واخاف الجو مو كافي. فسامسونج حرفيا حرقت عالم المعالجات باجهزة المحمول باداء معالجها القادم خصوصا بالرسوميات. وبدون ما اطول عليكم جايتكم التفاصيل كلها اليوم. انا حسن من قناة تك تايم واهلا بكم الفيديو اليوم. طبعا كنا نعرف انه العدل الاساسي والعيب الاساسي والاهم من معالجات الاكزونوس من سامسونج هو الحرارة العالية، وما عندنا اي خبر عن الحرارة بالاكزونوس 2200 غير الخبر اللي قدمت لكم اياه قبل اسبوع او 10 ايام عن انه سامسونج ما راضية لحد الان عن مستوى الحرارة بمعالجها الجديد، وانه الاداء دي يصير بثيرمال ثروتلينج او اختناق حرفي ويضطر المعالج يخفض أداءه. المعالج اللي ننتظره من سنتين من سامسونج، لأن سامسونج راح تستخدم بطاقة رسوميات من AMD بمعمارية النافي RDNA القوية جدا واللي يدعم ري تريسينج، وهذا ما مسبوق أبدا بعالم المحمول. لكن يوم أمس اتسرب قياس أداء لمعالج الإكزونوس الجديد وبطاقة رسومياته، والأداء وقياساته راح تصدمكم تماما مثل ما صدم العالم. لأن في منصة Wildlife 3D Mark لقياس أداء بطاقة الرسوميات وفي مختلف الأنظمة ويندوز وأندرويد وآيOS حقق الإكزونوس 2200 أرقام قياسية حقيقية وبواقع 8134 نقطة، وهذا الرقم أفضل من الآيفون 12 برو ماكس بواقع 600 نقطة أو حوالي 7% أو 8%، وأفضل من الجالكسي S21 اللي يعمل بالكوالكوم سناب دراجون 888 بحوالي، وهنا انتبهوا لي 40% أصدقائي. هذه ضربة موجعة تماما لكوالكوم، وأعرف راح تقولوا لي إنه هذا مو قياس لأن الإكزونوس 2200 لازم ينافس كوالكوم سناب دراجون 895 القادم مو 888 الحالي، وأقول لك كلامك صح، لكن سامسونج عندها السناب دراجون 895 وده تجربه وده تجرب عليه، لكن ما تقدر تعلن النتائج الى ان ينطلق ال 895 رسميا. وايضا بحسب كوالكوم ال 895 راح يكون افضل بحوالي 20% بس من ال 888، وهذا من عدة مصادر من داخل كوالكوم. هذا يخلي الإكزونوس 2200 بصدارة عالم الأندرويد وبشكل مريح ولأول مرة في تاريخه، وهذا يعني أنه الأس 22 ألترا القادم والتاب أس 8 ألترا القادم راح يكونون أقوى جهازين حرفيا في عالم الأندرويد إن لم يكن في عالم التقنية. وأكيد طبعا هذا كله راح يصير إن، وأرجع وعيد وكرر، إن نجحت سامسونج معالجة مشكلة الحرارة بمعالجاتها والاختناقات اللي تحدث بعد أداء أو حمل قوي لمدة طويلة.